Bir. Next is Sumayya Ahmed. يقول راجي رحمة الغفور توما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت فيرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم إدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تلغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني ضغام بغير غنة في اللام والرا ثم كررن والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما ضم طيبا جت في تقاضع ظالما وغن ميما ثم نون شددا وسم كلا حرف غنة بدا والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجا أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط والأول الإخفاء عند الباء وسمي شفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى وثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية واحذل لدى واو وفاء تقتفيه لقربها والاتحاد فاعرفيه للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل أربع مع عشرة خذ علمه من أبغي حجك وخفى قيمه ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي ضب ثم سلح من تفصف ذانعا تعصو وظن ذو شريفا للكرم واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية واظهر اللام فعل مطلقة في نحو قلنا عم قلنا والتقى إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فصغير سميا وحرك الحرفان في كل فقل كل كبير وفمنه بالمثل والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مجتلى حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنة إن انفتاح قبل كل علنا للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد ضولا أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مدقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع وفي ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا
كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يضغما ولازم الحرفي أول الصور وجوده وفي تمارين حصر يجمعها حروف كمعس النقص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح الصور في لفظ حي ظاهر قد انحصر واجمع الفواتح الأربع عشر صل صهيرا من قضع كذا اشتهر وتم النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدال ذنها تاريخه بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي. ما شاء الله. تكبير تكبير.